ألف بركة على رجوع سماح بنتك. كانت مختفية فين ورجعت أمتى؟ أنت عارف يا معلم، بقالنا سنة وشوية وسماح مش معانا، بس هي رجعت. رجعت وقتليها كانت متجوزة وسط لمعي. يا سبت السودة ماشي يا لمعي. ولا كلمة يا راوية، في رجالة قاعدة. حاضر يا معلم جعفر. كان متجوزها ومقعدها في بيت في المقطم، وكان كاتب عليها عرفي عشان مراته ما تعرفش. وفجأة واحنا قاعدين امبارح لقيتها داخلة علينا والواد ده على ايديها، وقالت ان هو خد منها الورقة وقطعها وقال لها انا ما اعرفكيش ولا اعرف ابنك. والله ما حصل يا معلم جعفر، البنت دي كدابة وبترمي عليها بلاها. بترمي عليها بلاها يا راوية؟ والله يا معلم هو اللي كداب. اقعد اقعد يا لمعي، كملها سماح. احنا كنا متجوزين في بيته اللي في المقطم اللي بيربي فيه كلاب، كان بيقعد يتحايل عليا كتير قوي اروح معاه. خدني في الاول كده كم مره، بس انا قلت له لا انا مش هعمل حاجه تغضب ربنا. قال لي خلاص نتجوز وده يبقى بيتك، واتجوزنا عرفي. كان بيسيبني بالشهر وشي في وش الكلاب، معرفش اعمل حاجه. انا كنت صابره وبستحمل واقول يا بنت عادي، المهم انه بيحبك. واول ما خلفت سرق الورق وقال لي انا لا اتجوزتك ولا خلفت منك. لو كلامك صدق وعشت وسط الكلاب يبقى ده مقامك، مقام اللي تتجوز من ورا اهلها. يقولك على اللي قالته ده لمعي. عيب يا معلم جعفر، انا زي ما قلت لك كده، البنت دي كدابه وبترمي عليها بلاها. نعيم. لا يا معلم. تاخد سماح وتطلع على بيت لمع اللي بيربي فيه كلاب في المقطم. زي بتقول انك عايشه وسط الكلاب، يعني الكلاب تعرفها تدخل بيها. لو الكلاب هوهوت عليها يعني سماح كدابه، سيبها له ودع قبر. لو الكلاب خدوها بالاحضان ولحسوا في رجليها وحسيت انها تعرفهم اتاري وتعالي. يعني اللي هيفرق واللي هيحدد مين الصادق والكذاب بين لمعي وسماح كلاب لمعي. تمام يا معلم، اتكل على الله. يلا يا سماح. استنى يا معلم نعيم، انا الشيطان غواني يا معلم جعفر. ده انت سنتك سودا وحرفها ازرق. راويه حسابك انت وجوزك فوق في البيت مش انا. لما تطلع لي يا لمعي انا هتتجوز على البت دي. انا طلعوا لك بايدي لحد عندي. حاضر يا معلم جعفر. حاج عبد العزيز يا مأذون. ايوه يا معلم جعفر. بستأذنك يا مولانا، هتعقد وتطلق في نفس الوقت. حاضر يا معلم. هتعمل 50,000 مؤخر و 8,000 نفقة. حاضر يا معلم. كلام الأهل السيدة زينب كلهم. سماح بنتنا وبنت منطقتنا وأختنا، وإحنا نستر ما نفضحش. أي حد هيلسن ولا هيلقح زي النسوان حسابه معايانا. انت غلطت يا سماح، ما غلطتيش في حق ابوك بس، لا غلطت في حق نفسك، في حق الواد اللي انت شايلها ده. عقابك لحد ما تخلصي رضاعه ما تعديش من باب البيت، ما تشوفيش عتبه البيت، وانت المسؤول قدامي. حاضر. الله مع المأذون، اتكلوا على الله. انا هوريك يا لمع الكلب. راويه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.